السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى احنا معانا فيديو مختلف. النهاردة مش انا اللي هعمل اكل، بنوتي الحلوة هي اللي هتعمل الاكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، انا كنت بصورها بس. يا ريت بقى ان عجبكم الفيديو تشجعوها بكومنت جميل منكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اسيبكم بقى مع مريم، هي بقى تقدم الاكل بطريقتها، وشوفوا بقى هي هتعمل معانا ايه الاكل، وما تنسوش تقولوا رايكم في الاكل اللي هتعمله مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فراخ بانيه. اهي معانا فراخ منقوعة في ليمون، ومعانا كمان بصلاية مبشورة بالمبشرة، وهنحط لها ملح وفلفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فراخ بانيه بتتبيلة كويسة، يعني دي بصلاية مبشورة بالمبشرة مش مفرومة او مفرومة عادي، يعني هننزل بيها كده على الفراخ اللي معانا. ومعانا كمان هنا توابل، معايا كاري وكركم، بهارات فراخ، ملح، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسمر. دي البهارات اللي معايا اهي، هخلطهم كلهم في بعض كده، هخلطهم كده في بعض اهو، هنخلطهم كده، وهاخد نصهم على الفراخ، وهنخلي نصهم للدقيق اللي هنحمر بيه الفراخ. وهنا انا خلطت التوابل اللي كانت معايا، هاخد حبه منهم كده، وهنسيب الباقي للحاجه اللي هنحمر بيها اللي هو الدقيق. يعني هنقلبهم في بعض، وهنسيبها في التلاجة او بره التلاجة عادي اقل حاجه ساعتين، وهنشوف هنعمل مكرونه ازاي. زي ما احنا شايفين كده اهو، قلبت الفراخ بقت كلها شاربه من البهارات دي، كلها اللون ده كده اهو، وهنسيبها في التلاجة زي ما قلنا ساعتين، وهنشوف الحله اللي بتغلي النار عشان نحط فيها المكرونه. هنا انا معايا كيلو من المكرونه، وكمان هنا بصلايه متخرطه عادي، ومكرونه مضروبه عادي، ومعانا ملح وفلفل، هنثبت المكرونه. هنا اهي الميه بتاعت المكرونه غليت، انا هنزل عليها كده اهي المكرونه، اهي المكرونه، وهنحط كمان معلقه ملح وزيت، وكمان انا اهو حطيت شويه زيت، وهنديهم تقليبه بس عشان الملح يتوزع على المكرونه كلها، وهنسيبهم بعد ما يغلوا ونصفيهم. ومعايا هنا زي ما شفنا في اول الفيديو البصلايه دي اللي انا هحمرها للتسبيكه، ومعايا كمان الطماطم، وهنا معلقه ملح وفلفل. بعد ما التسبيكه طبعا بتتعمل انا هحط عليها شويه الملح والفلفل دول، وهنسيبها تتسبك، وهنعملها معاكم دلوقتي. وهنا الزيت انا كنت حاطه شويه زيت يغلو، وهنزل عليهم بالبصل، وهنفضل نقلبهم كده لغايه ما البصل تحمر، وهنزل عليهم بالطماطم. هي دلوقتي تبلت اهي، تبلت محمر. هي طبعا متلخبطه طبعا ومتوتره، بس انا سايباها تعمل اللي هي عايزاه، عشان هي نفسها تقدم طبعا الفيديو ده بصوتها، فانا سايباها طبعا تعمل اللي هي عايزاه. اول مره طبعا تعمل فيديو، فعماله طبعا تلخبط من هنا ومن هنا، بس حتى يعني كلنا كده، حتى انا لما بدات اول فيديوهات طبعا كنت برضو متلخبطه كده ومش عارفه اتكلم، فانا يعني قلت مثالها العذر. هي بدات بقى تاخد اللون الذهبي حبه منها يعني، بس احنا هنخليها كلها تاخد لون واحد، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هحط حبه كمان دي هنا معلقه من البابريكا، هنحطها، وهنحط عليها كمان معلقتين كبار من الصلصه. ده الاول، دي نصيحه ماما دايما تقولها لي في المكرونه عشان تبقى واخده لون احمر اهو، وهنزل عليها بالطماطم اللي هي قلبي الصلصه الاول. وهنزل بقى
ده الطماطم بتاعتي دي. هنقلبها كده، اول ما تاخد غلوة هنزل عليها بالملح والفلفل دول اهو. هنسيبها تاخد غلوة واحدة بالظبط، استني، واهو هنزل عليها بقى بالملح والفلفل ونظبط طبعا ملحها كده وخلاص كده. هنوطي عليها، لا الاول تاخد غلوتين وبعد كده نوطي عليها، نسيبها لما تتسبك. الصلصة بتاعتنا اهي بدأت تتسبك، هنوطي عليها ونسيبها لغاية ما تتسبك خالص والمية دي تتشرب منها. وهنزل الزيت طبعا سخن، احنا حطيناها في الزيت، وهنعمل كمان واحدة معاكم. وندي على البيض اهو، ضمن البيض على الفشفار او الفشفار اهو، نغلفها كويس وننفضها الى حد ما برضو ونوديها على الزيت. احنا هنديها لون ذهبي مش هنخليها كده، برضو نبقى نديها وش تاني. وانا هعمل معاك كمان واحدة. واضغط عليها كده كل حبة دي، بفضل اضغط عليها كده بايدي او بالشوكة عشان الكوفر بتاعها يبقى سميك حلو كده وما يفكش مننا في الزيت. واخدها اطلعها على البيض، واتاكد انها اخدت من البيض كلها، تغلفت بيه، واحطها في الفيجيتار واقلبها برده كده كويس، واتكع برده على الفيجيتار عشان ما يقعش مننا. كده ننفضها شوية ونوديها على الطاسة، ونحطها على الطاسة ونشوف كده، دي لسه لونها أبيض، هنسيبها تاخد لون ذهبي. لونها خلاص كان بقى ذهبي فقلبتها، ودي استوت اهي. هنصفيها كويس من الزيت ونطلعها على مناديل، لو مش موجود مناديل يبقى اي حاجة بقى خلاص، بس نصفيها كويس، نصفيها كويس عشان لما تطلع ما تبقاش طرية مننا، احنا عايزينها مش ناشفة قوي ومش طرية قوي، عايزينها كده، عايزينها تبقى من بره مقرمشة ومن جوه تبقى طرية طبعا. بس دي كده اهي اخدت اللون الذهبي، برضو هنصفيها كويس من الزيت ونطلعها في الطبق. طبعا دي التسبيكة بتاعتي، هي مش باينة طبعا عشان الدخان اهي، عشان البخار اللي طالع منها. هي طبعا نشفت من المية، اهم حاجة في التسبيكة ان هي تكون لونها احمر كده وتبقى ناشفة. لازم طبعا ننشفها كلها طبعا من اي مية بتبقى فيها لغاية ما نفصل الزيت عن الصلصة وتبقى تقيلة كده، واللي هي تبقى توصل للقوام ده كده ويبقى لونها احمر. طبعا البابريكا والصلصه اللي احنا حطيناها قبل ما نحط الطماطم طبعا اديتها لون احمر كده وبقت جميله وتقيله كده. واهو هنقلب بقى المكرونه، هنحط المكرونه على الصلصه ونقلبهم ونظبط قوام المكرونه اهي. انا هنزل كده بالمكرونه واحده واحده، انا كده هنزل بالمكرونه واحده واحده على الصلصه. ده كيلو من المكرونة عملنا طبعا على كمية الصلصة دي، وهنقلبها كده كويس لغاية ما كلها تاخد لون الصلصة. عايز طبعا هي دلوقتي بقى كلها اللون ده،
اللي هو لون التسبيكة الأحمر، هنغرفها في طبق ونوريكم البانيه. طبعا زي ما انتوا شفتوا اهو المكرونة بتاعتنا مفلفلة وجميلة ولونها احمر، وكمان الفراخ بتاعتنا اهي مقرمشة طبعا من بره ومن جوه طرية واخدة لون التوابل كمان اهي اللي تحت الكفر. وماما كمان هنا عملت شوية فلفل بالطماطم ومخلل اللفت بتاعنا الجميل طبعا. وده كان غدانا النهارده، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة عشان واشتركوا في الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده طبعا كان غدانا النهارده، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.